يقول السائل: هل الأنبياء عليهم السلام دعوا إلى توحيد الألوهية فقط، أم أنهم دعوا إلى جميع أنواع التوحيد؟ يا إخواني، توحيد الربوبية هذا ما يحتاج إلى دعوة، هذا معترف به الأمم كلها، كلهم يعترفون بتوحيد الربوبية بموجب الفطرة التي فطرهم الله عليها، فلا أحد ينكر توحيد الربوبية إلا معاند ينكر بلسانه لكنه معترف بقلبه، مثل فرعون. حتى إبليس معترف بتوحيد الربوبية، قال ربي، ما هو إبليس يقول قال ربي، إبليس قال رب بما أغويتني، إبليس معترف بتوحيد الربوبية. توحيد الربوبية ما يحتاج إلى دعوة لأنه مركوز في الفطر، معترف به، وإنما الذي حصل فيه الاختلاف هو توحيد الألوهية، ولذلك الرسل كلهم يدعون إلى توحيد الألوهية، هو اللي حصل فيه الاختلاف بين الأمم. كل رسول يقول لقومه: يا قوم اعبدوا الله، ما قال اعترفوا بالربوبية، بل قال اعبدوا الله، لأن الربوبية معترفون بها لكنهم يعبدون مع الله غيره. يجب أننا نعرف هذا الأصل، لأن فيه مضللون الآن يريدون أن يصرفوا الناس عن توحيد الألوهية، ويقولون يكفي توحيد الربوبية. لو كان يكفي توحيد الربوبية لصار المشركون الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلمين، والرسول يقاتل مسلمين، يا سبحان الله. نعم.